سلام البنات، رجعت لكم فيديو تاني. المشتريات ديالي الهميزات بحكم التجربة اللي عندي، كيفاش كنتقدم لي سولد. الهدف من هذه القناة ماشي هو شو اوف ولا نبين داكشي اللي شريت، انما نشارك معكم كيفاش كنقتصد الفلوس. باغ اكزومبل اليوم مشيت للسكيتشرز لانه ولدي خاصة هاد السبرديلة يلبسها في داخل المدرسة، لأنه صغرت عليه هذيك اللي كانت عنده رجعها لي للدار، وكان خاصني نمشي نشري وحدة اليوم في الليل. دونك مشيت للسكيتشرز. علاش؟ حيتاش إلا شريتي وحدة كيعطيوك الأخرى في الثمن ديالها ولا أقل، نص الثمن. دونك شريت لي هو هادي، وشريت لولدي الآخر هادي اللي خديتها بنص الثمن ديال هادي. بون، وحيت قريب الشتوى تالي، قريب الثلج تالي، لقيت هاد لي بوت هادو ديال الثلج، تا هما من لا مارك سكيتشرز. لقيتهم اون ليكيداسيون، خديتهم ب40 دولار. ولقيت هادي هي حاطينها، هادي حاطينها اون ليكيداسيون، ما فيهاش تاخدي الثاني ب50%. خديتها ب29.99. ومن بعد دزت الكاب، لقيت هاد لي تيشيرت هادو في ليكيداسيون، كان البري اوريجينال ديالهم داير 19 دولار. لقيتهم، لقيت مثلا هذا كيدير 8، هذا كيدير 7، و 7 هذا واقيلا كيدير 8.99 حتى هادو. ابري دزت الاولد نيفي، لقيت هاد السراول هادو اللي كانوا كيديروا 29 30 دولار ابري، ولقيتهم كيديروا 8.99. خديت لولدي الكبير واحد، وخديت الصغير، عفوا الصغير واحد، وخديت لولدي الكبير حتى هو واحد. حتى هو هانتوما هذا كيدير غير 5.97، باش حسباتو ليا. كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت اليوم. تنتمنى الى عجبتكم هاد لا فيديو، تابوناو وديروا لايك، وما تنساوش تحطوا لي كومونتير ايجابي تكيسوا لي يلاه باديه. و الى عجبكم بحال هاد النوع ديال الهميزات، راه نقدر ندير لكم فيديوهات بحال هكذا. يلا تصبحوا على خير.